اهلا بيكو. ده الفيديو التاني من محاضرة الشيرنج، واحنا ابتدينا المرة اللي فاتت اتكلمنا على ازاي تعمل شيرنج للفايلز من خلال جوجل درايف، وقلنا ان انت ممكن تستخدم كمان تولز تانية غير جوجل درايف او معاه. دلوقتي هندخل نتكلم مع بعض على ان شاء الله سلايد شير. سلايد شير الحقيقة احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا ان انت تقدر، المفروض ان انت اوريدي فتحت عليه اكاونت علشان تقدر ترفع عليه سلايدز ان شاء الله. فهنرفع سلايدز دلوقتي في المحاضرة دي في الاساينمنت. في اساينمنت كمان. سلايد شير احنا شفناه، دي يمكن صفحة، الصفحة بتاعت الحاجات اللي انا عامل لها ابلودنج. تعالى نخش على سلايد شير على البروفايل بيج، ومن هناك نبتدي نشوف هنشتغل ازاي. زي مثلا انت عملت بروفايل بيج بتاعك وابتديت تشتغل على سلايد شير، فعايز ترفع حاجه جديده، بيظهر عندك هنا زرار اسمه ابلود. هتروح على ابلود وبعدين تقول له تعمل ابلودنج ليه. هنلاقي مجموعه من الاوبشنز الحقيقه جميله اللي موجوده عندنا، واحد منها ان انت تقدر تابلود على طول من جوجل درايف او من انبوكس او من جيميل او من دروب بوكس، والحقيقه دي انا ناسي اسمها اللي هي بتاعت مايكروسوفت، مش فاكر اسمها ايه، لكن برضو من الابلكيشنز اللطيفه اللي ممكن تعمل بيها. فلتس سي احنا هنستخدم الطريقه التقليديه، وهنا سيلكت فايل من على الكمبيوتر، فهدوس هنا سيلكت فايل تو ابلود. هيفتح لي المنيو انهي فايل عايز تعمل له ابلود. هخش على حاجه الكورس بتاعنا من خلال انا اوريدي عاملها كلها على جوجل درايف، و تريننج اوف ترينرز، لا سوري ده مش تريننج اوف ترينرز، اخش على حاجه ثانيه. هنخش من هنا الجيميل درايف، وده اكاديمي اوف نوليدج، وعندنا في اكاديمي اوف نوليدج كان في حاجه اسمها تيتشرز ديفلوبمنت. اوكي هنخش مع تيتشرز ديفلوبمنت دلوقتي، انا هرتبهم حسب التاريخ، الاحدث فالاحدث. فمثلا ادي ديجيتال كونتنت فور تيتشنج انترودكشن، ادي الفايل عملت له دبل كليكنج، المفروض دلوقتي اتس بينج ابلودد، وادي الديفولت تايتل ذس فايل انتروديوسز ذا كورس وي ار توكينج اباوت. اوكي الكاتيجوري، اختار الكاتيجوري اللي يتناسب معاك، انا عاده بختار education او engineering. تقدر تخليها public او limited او private. limited لو ان انت عايز تخليها بس الناس اللي معاها اللينك، public يبقى اي حد يقدر يشوفها ويدور عليها، وprivate تبقى مستخبيه ما فيش حد غيرك يشوفها. usually طبعا انت هتختار public لو ان انت عايز اي حد يشوفها. التاجنج بقى تقدر تختار بعض الكلمات اللي تهمك، digital كونتنت مثلا كوما تيتشنج تريننج اوف ترينرز، وممكن تحط اسمك، وانا بفضل كمان ان انا احط اسم الاكاديمي اوف نوليدج. اوكي دي كلها تاجز تساعد في الناس تدور عليها وتوصل لها. بعدين خلاص خلصت، اقول له بقى ايه publish. once it is published بقت موجودة على البورتفوليو بتاعك، والناس تقدر تشوفها تعلق عليها وتقدر تنزلها لو انت سمحت لهم بكده. تعالوا نشوف مثلا ازاي نشوف موضوع الداونلودنج وغيره. انا هدوس هنا على edit. اوكي لما تدخل على edit هتقدر تتحكم في بعض الاوبشنز اوريدي، الحاجات اللي كانت موجوده قدامك، بس مثلا هنا ايه اللايسنس عايزها، ايه سي سي اتريبيوشن او سي سي نو ديريفاتيفز وغيره، اللانجوج بتاعتك، الكاتيجوري، وبعدين انت ممكن البرايفسي سيتنج هنا انا عاملها public، بس ممكن allow users to download، اقول له نو او يس.
اوكي allow users to clip slides yes or no. clipping slides دي واحدة من الاوبشنز اللي بتديها لنا سلايد شير وبتبقى مفيدة لتبادل السلايدز من غير ما تعمل copy and paste بس وانت بتقدم الحاجة يبقى الحاجة اللي جاية من presentation تانية باينة وباين صاحبها وبالتالي ده نوع من انواع المشاركة المسموح بها على سلايد شير. انا هنا مش هعمل سيفنج للتشينجز اللي عملتها يرجعني بقى ادي ايه كل الفايلز اللي انا عامل لها ابلودنج. لو انت عندك لينكد ان اكاونت فتقدر تعمل لينكينج للحاجه دي مع لينكد ان وعموما لان سلايد شير جزء من لينكد ان فالاكاونتس بتبقى متوصله بسهوله وتقدر تتابع بقى بعد كده الحاجه اللي انت بتقدمها. طيب يبقى احنا كده بسرعه شفنا ازاي نعمل شيرنج على سلايد شير لحاجتك انت. المره اللي فاتت واحنا بنتكلم على سلايد شير قلنا ازاي تقدر تعمل شيرنج على فيسبوك او تاخد اللينك وتعمل لها شيرنج واتكلمنا على حته الامبيدنج ودي مش هنستخدمها لسه دلوقتي فان شاء الله لما نيجي على الجزء بتاع الستوري بورد هنبتدي نتكلم على ازاي ناخد امبيدنج كود ونحطها في الستوري بورد بتاعتنا بحيث ان الحاجة تبان في بعض. طيب هنتكلم في الفيديو الجاي على تولز تانية فضل لنا تو تولز هنتكلم عليهم بسرعة لكن برضو من باب انك تبقى عارف ان سلايد شير مش هو الحاجة الوحيدة بتاعت شيرينج سلايدز في ابليكيشنز مختلفة تقدر تستخدمها كلها اونلاين وبعضها برضو ببلاش. انا بستخدم سلايد شير تاني متعودت عليه سنين طويلة دلوقتي بقى لي اكتر من 10 سنين يمكن بستخدمه لكن ممكن تلاقي حاجات احسن. سلايد شير حلو ويعني قيم فما فيش مانع ان انت تجربه واذا لقيته كويس وسهل جو اون وشير حاجتك على سلايد شير. اشوفكم مع بعض في الفيديو الجاي عشان نكمل محاضرة الشيرنج اونلاين.